السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن أكتر من حاجة. أول حاجة هنتكلم عليها وهي إزاي نستلم input من اليوزر أو نستلم بيانات من اليوزر، وتاني حاجة هنتكلم عليها إزاي نحول البيانات، وتالت حاجة هنتكلم عليها وهي المعاملات الرياضية. يعني البرامج اللي كنت بعملها قبل كده بقول إن الإكس بتساوي 5، كنت بعمل print للإكس، تمام، أجي أعمل run بيطبع لي 5. لو في هنا احمد هيطبع احمد. طيب انا حاليا دلوقتي عايز اطبع كلمة هلو وبعدين اعمل لها دمج مع الاكس فيطبع لي احمد، هلو احمد. طيب حاليا انا عايز استلم اسم من الشخص اللي هيستخدم البرنامج، يعني احمد ده مش هيكون ثابت، وبالتالي هنا لازم استلم انبوت. فلما باجي استلم الانبوت هنلاحظ هنا ان الكونسول ما طبع ليش حاجة. ليه ما طبع ليش حاجة؟ لانه هنا هو مستني ان انا ادخل له قيمة معينة. فانا هنا لو جيت قلت احمد عم طبع لي هلو احمد، احمد اللي كتب دي مش من ضمن الطباعة دي اللي انا لسه كاتبها حالا، يبقى هنا ادى القيمة بتاعت الانبوت للاكس. طب لو انا جيت هنا وانت عامل رن، اللي هيحصل معايا اكيد هيكون ايرور. ليه؟ لانه لما هاجي هدي قيمة هنا اللي هي بتاعت الانبوت واجي اخزنها مش هتتخزن في مكان، انا كده دخلت القيمة. طب القيمة دي لازم يكون في variable عشان يخزنها، وبالتالي لما هدوس انتر هيجي يطبع لي hello زائد الاكس اللي هي مش متعرفة، وبالتالي هيطلع لي error. لو جيت اعمل كده هيقول لي ان الاكس is not defined. يبقى لازم طبعا وانا بستلم الانبوت يكون معايا متغير بيخزن القيمة اللي هترجع لي. طب الانبوت ده بيكون دايما من نوع ايه؟ لو جيت اعمل print للتايب بتاع الاكس وهاجي هعمل على ده كومنت، طبعا اتعلمنا الكلام ده قبل كده، وهاجي اعمل رن فهنا بيقول لي دخل القيمه اللي هي هتكون احمد. فهنا قال لي هي من نوع سترينج، فمعنى كده ان اي حاجه بستلمها في الانبوت بتتخزن في الفاريبل على اساس ان هي سترينج. وده اللي هينقلنا للنقطه الثانيه بس بعد ما اكمل بعض التوضيح في نقطه الانبوت. انا هنا كتبت احمد. طب انا دلوقتي لو واحد غريب بستخدم البرنامج ما اعرفش انا المفروض ادخل ايه او البرنامج مستنينا ادخل له ايه، فباجي هنا اعمل انتر نيم بالشكل ده واجي اعمل رن فهنا انطبع لي انتر نيم وادخل الاسم اللي هو احمد، وبالتالي كده بقى سترينج برضو ده اللي هو الاكس. الاكس هنا خزنت لي احمد بس، فيبقى انا هنا بطبع قيمة انا عايزها تظهر قبل اسم المتغير، تمام، والمتغير اللي هيتكتب جنبها ده بس اللي بيتخزن. يبقى انا دلوقتي لو جيت اعمل على ده كومنت واشيل ده واطبع اشوف هيطبع لي ايه. هنا ادخل نكتب هنا ادخل احمد فهنا طبع لي هلو احمد. يبقى انا دلوقتي كده عرفت ازاي بستلم انبوت وعرفت نوع الانبوت معايا بيكون دايما ايه. طب لو انا عايز ان انا اعمل معاملات رياضية، انا حاليا هستقبل اكس وواي، باجي هنا اقول ده انتر اكس وهنا انتر واي، وجيت اعمل برنت للاكس زائد الواي وجيت اعمل رن. لو جيت هنا قلت 5 وهنا اقول 6، الناتج مش هيطلع لي 11، هيطلع لي 56. طلع لي 56 ليه؟ لان احنا قلنا ان الانبوت بيرجع لي سترينج وده هيبقى سترينج. فانا كده عملت كونكاتينيت ما بين الخمسه اللي هو بالشكل ده كده وبعدين السته، وده طبعا احنا اتعلمناه قبل كده. يبقى انا دلوقتي عشان اعمل عمليات رياضيه لازم ان انا احول السترينج ده عندي لانبوت. طب الموضوع ده بعمله ازاي؟ هنيجي هنا للامر ده وهاجي اعمل برنت للتايب بتاع الاكس، طبعا قلنا هيرجع لنا سترينج، هنا 5 وهنا 6 قال لي سترينج. انا عايز احوله لانتجر، ممكن اجي اقول ان الاكس بتساوي الانت دي فانكشن بفتح قوسين وبدخل لها القيمه اللي انا عايز احولها لانتجر اللي هي قيمه الاكس. فهنا لو جيت دخلت 5 وهنا ده 6 طبعا هيقول لي ان الخمسه دي قيمتها انتجر. طب هلغي الانبوت دلوقتي، اعمل له كومنت وهاجي اقول ان انا عندي الاكس جواها كده سترينج ده اللي انا هكتبه 55، وعايز اطبع القيمه كمان
كده طبع لي 55 كانتجر. طب لو انا عندي 55.5 هنا طلع لي ايرور، هنا طلع لي ايرور ليه؟ لان انا بقول له حول لي السترنج ده لانتجر. طب المفروض قبل ما احوله لازم تبقى القيمه اللي جوه دي يا تكون انتجر، يا اما ان انا علشان احول حاجه زي ال 55.5 الانتجر لازم احولها الاول لفلوت. طيب هنا دلوقتي هاجي اعمل ده، يبقى انا كده ده بالنسبه لي فلوت، يبقى 55.5، واجي اعمل رن، هنا اتحولت معايا ال 55، النص راح فين؟ طبعا ده انتجر في اعداد صحيحه بس، فبالتالي النص راح من عندي. يبقى انا هاجي هنا فوق واقول ان انا عندي الاكس ينفع ان هو يتحول من السترينج بس يكون جواه قيمه انتجر، وينفع يتحول من الفلوت. طيب انا حاليا عايز احول الفلوت، فانا عندي ده كده الانتجر تمام، وعندي هنا الفلوت. الفلوت ينفع ان انا احوله من سترينج وينفع ان انا احوله من انتجر، فيبقى انا كده عندي الفلوت ينفع ان انا احوله من سترينج عادي ومن انتجر عادي، مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. لو انا جيت عملت فلوت وجيت دخلت له قيمه 44 اللي هي الانتجر هيتحول معايا لفلوت، نلاحظ هنا انه حاطط لي 0.0. ولو انا جيت عملته كسترينج برضه هيتحول معايا عادي، ولو كان في كسر هيتحول معايا برضه تمام. يبقى انا دلوقتي علشان احول مثلا قيمه زي 44.4 للانتجر لازم ان انا احولها الاول لفلوت وبعد كده الانتجر. يبقى انا كده ممكن اكتب انتجر وجوه فلوت، يبقى الفلوت دي هتحول له قيمة 44.4 اللي هي السترينج لفلوت، فبالتالي بقى شكلها كده 44.4 تمام. وبعد كده الانتجر هيحولها لل 44. طب هرجع تاني ونشوف هتعمل ايه. هنا رجع لي 44 من نوع انتجر. يبقى انا دلوقتي كده عرفت كمان ان الفلوت ينفع احوله من سترينج ايا كان نوع انتجر او فلوت، وينفع طبعا ان هي تحول الانتجر. لو انا قلت 44 بتتحول معايا عادي. عندي بعد كده ان انا ممكن احول حاجه لسترينج، وهنعرف اهميتها ليه دلوقتي. السترينج ينفع ان انا احول من اي حاجه لسترينج تمام. طيب لو انا جيت قلت هنا str، طبعا دي الاختصارات بتاعه الداتا تايب اللي احنا عرفناها من تاني فيديو، فهنا مفيش اي حاجه جديده نتكلم عليها. لو قلت هنا string ودخلت له قيمه 44 هيتحول معايا. طب لو دخلت له قيمه 44.5 هيتحول معايا تمام. يبقى كده السترينج بيتحول من كله. عندي بعد كده اخر نوع هتكلم عليه في الفيديو ده هو كومبلكس، وده قلنا ان بيتكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي، ده بيتحول لسترينج وبس. طب ليه بيتحول لسترينج بس؟ لان في جزء تخيلي طبعا ما نعرفش قيمته بالانتجر ولا بالفلوت، وبالتالي ما ينفعش ان انا احوله للانتجر ولا للفلوت، ينفع ان انا احوله للسترينج وبس تمام. وينفع طبعا ان انا احول الانتجر والفلوت ليه، وبالتالي هيسيب لي الجزء بتاع الجزء التخيلي فاضي. هاجي نجرب كده، هاجي اقول ان انا عندي كومبلكس، انا بحول نوع زي الواحد ده انتجر اهو، هيتحول معايا لواحد 0j، يبقى ده كده جزء تخيله عندي بزيرو. طب لو قلت هنا 1.5 فلوت هيقبله مني عادي. طيب لو جيت ودخلت سترينج قلت 1 + 2j هيقبله معايا برضو تمام. يبقى كده ينفع ان انا احول اي حاجه للكومبلكس. طب لو جيت عملت العكس، انا حاليا كده ده الجزء اللي عندي وعايز احوله للانتجر بالشكل ده، واجي اعمل رن هيطلع لي ايرور تمام. طب لو عملتها فلوت نفس النظام هيطلع لي ايرور. طب لو جيت عملتها سترينج هيتحول معايا عادي تمام. يبقى انا دلوقتي كده عرفت ان انا كومبلكس علشان احوله لاي داتا تايب ينفع ان انا احوله للسترينج وبس، لكن ينفع ان انا احول اي داتا تايب تانيه للكومبلكس تمام. اتمنى ان انتوا تفضلوا تجربوا في موضوع الكونفرت ما بين الداتا تايب، عشان الموضوع ده اللي هنشتغل عليه دايما في الكورس قدام. يبقى انا حاليا كده بستقبل الاكس والواي، علشان اجمعهم مع بعض لازم ان انا احولهم. طب احولهم ازاي؟ انا طبعا جيت وعملت الانتجر، كنت باجي هنا اقول ان الانتجر وبدلها قيمه سترينج هنا مثلا 55. طب مش ال 55 دي اللي بترجع لي من الانبوت صح؟ يبقى انا دلوقتي ممكن اشيل الانبوت
واحطه هنا. يبقى حاليا كده لما اليوزر هيدخل له قيمه انبوت، القيمه بتاعته هتتحط في المكان ده وبعد كده تتحول للانتجر. يبقى انا حاليا لو جيت هنا هيتحول للانتجر، لو جيت عملت زيها بس بالنسبه للواي بالشكل ده كده، واجي اطبع اكس زائد واي واعمل رن، هنا بيقول لي ادخل الاكس قلت 5 وهنا 6 ام طبيعي لي 11. يبقى دلوقتي عرفت ان انا الانبوت بيرجع لي سترينج، واتعلمت ازاي ان انا احول الداتا تايب. دلوقتي انا محتاج اعرف المعاملات الرياضيه، عندي الجمع وعندي الطرح وعندي الضرب وعندي القسمه. طبعا مفيش فيهم اي حاجه جديده، ممكن اقول بس الاسم هنا لو انا جيت دخلت 9 وهنا 3، القيمه اللي هترجع لي دايما هتكون فلوت. وطبعا ينفع ان انا اخزن القيمه دي جوه متغير تاني، يعني ممكن اقول ان الزد عندي بيساوي القيمه دي واجي اطبع المتغير على طول فيطبع لي الزد. لو جيت هنا قلت 9 و3 رجع لي 3 عادي. يبقى انا حاليا كده عرفت ان الاسم دايما بترجع لي فلوت. عندي حاجه كمان وهي الاس، هاجي هنا اقول 2 اس 3 ترجع لي ب 8 اللي هي 2 في 2 في 2. يبقى دلوقتي كمان عرفت ان لغه البايثون بتدعم الاس، ان انا ممكن اعمل علامتين الضرب مرتين هيعمل لي اس. لو انا جيت قلت 9 و3 رجعت لي 3، بس لو لاحظنا عن المره اللي قبلها كان بيرجع لي 3 من نوع فلوت، التلاتة دي من نوع انتجر. طب لو حبيت اتاكد هعمل ايه؟ اشوف نوع الداتا تايب اللي رجع لي عن طريق الزد، اجي اعمل رن هنا 9 وهنا 3 فهنا رجع لي انتجر. طب لو انا سبتها بالطريقه العاديه الاسم العاديه رجع لي فلوت. المفروض بكتب هنا هنا 9 وهنا 3 هنا رجع لي فلوت. طيب انا دلوقتي هستفيد من حاجه زي كده في ايه؟ هو الفكره كلها ان اي رقم انا بدخله بالطريقه دي هو بيحوله لي لانتجر، بيحول الانتجر ان هو هيشيل الكسر مهما يكون الكسر كام، سواء هو 9 من 10 او مثلا 1 من 10، مش بيقرب الرقم، هو كل اللي بيعمله ان هو بيشيل الكسر. يبقى ده كده. عندي بعد كده مودولوس اللي هي باقي القسمه، هاجي هنا هطبع الزد مش نوع الزد، هنا هدخل 9 وهنا 2 الناتج هيطلع لي بواحد. في ناس متعرفش المودولوس بيشتغل ازاي، او ممكن ما يكونوش عارفين ايه هو المودولوس اصلا. تمام، المودولوس عندي ان 9 ينفع اطرح منها 2؟ تمام. طيب يبقى كان معايا كده 7. طب ينفع اطرح من 7 2؟ يبقى كده معايا 5. 5 ينفع اطرح منها 2؟ طيب هيبقى معايا 3. 3 ينفع اطرح منها 2؟ طب الواحد ينفع اطرح منه 2؟ لا. يبقى كده عندي 0. يبقى انا كده بمعنى صح لو عندي 9 على 3 طلعت برقم صحيح مفيش فيه كسر، يبقى كده باقي القسم عندي بيكون بزيرو. طيب لو باقي القسم طلع عندي فيه كسر يبقى كده في رقم زياده، وبحاول ان انا اجيب اكبر رقم، اكبر رقم لما اقسمه على الرقم الثاني اللي عندي يطلع لي برقم صحيح. يعني عندي مثلا 22 وعندي باقي القسم بتاعتها على 5، اقرب رقم اقسمه على 5 ويطلع لي برقم صحيح هيبقى ال 20. يبقى انا كده طرحت كام من ال 22؟ 2. يبقى كده ال 2 عندي هي باقي القسمه. تعال نجرب كده، هاجي هنا اكتب 22 وهنا 5 طلع لي 2. يبقى ده كده بالنسبه لي المعاملات الرياضيه اللي موجوده. اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.